نبقى مع موضوع force vibration of single degree of freedom system. ومثل ما شفنا سابقا الاكسايتيشن ممكن ان ياتي من خارج النظام او من داخل النظام. اذا من داخل النظام ياتي من اسباب عديده، واذا كان من داخل النظام يسمى self excited vibration. واذا كان الجسم الدوار يدور بشكل غير متزن، أي خارج عن الاتزان، وأنتوا درستوا في المرحلة الثالثة اتزان القوى أو الأجسام الدوارة، فإذا دار أي جسم من الأجسام بشكل غير متزن فتتسبب نتيجة الدوران قوى خارجة عن الاتزان. هذه القوى خارجة عن الاتزان تتسبب بإثارة النظام الاهتزازي أو تتسبب بنظامة الهيكل المرتبط بهذه الأجسام دوارة. فمثلا على سبيل المثال إذا عندك محرك احتراق داخلي ذو أسطوانة واحدة، هذا المحرك عادة يكون غير متزن اتزان كامل، فالأجزاء الدوارة والمتحركة بحركة خطية سواء المكبس ومجموعته أو الأجزاء الدوارة أو الكونكتنج رود تتسبب بقوى خارج عن الاتزان. القوى تتسبب باهتزاز لهيكل المحرك، كذلك الستركتشر أو الهيكل المرتبط بهيكل المحرك، وهكذا. كذلك إذا كان عندك كومبرسر سينجل سيلندر أيضا تظهر عندك هذه الظاهرة. فمثلا إذا كان عندك هذا الجسم ومرتبط بالمسند أو مسند من خلال نابض ومخمد، هذا النابض هنا قسم إلى جزئين لغرض يعني مجرد شكل، وإلا هو نابض واحد يفترض أو محتمل تكون مجموعة من النوابض، وكذلك مخمد. وهناك أجزاء دوارة، قيمة الأجزاء الدوارة كتلتها أم، وتمتلك ذراع اللي هو عادة لا يسمى ذراع لأنه هنا خارج عن الاتزان، فيدعى إكسنتريسيتي اللي هو المسافة ما بين مركز الدوران ومركز الثقل، هذا يدعى إي إكسنتريسيتي، وتدور بسرعة أوميغا. فتظهر قوى خارجا عن الاتزان، قيمة القوى الكتلة في المسافة عن محور الدوران في مربع السرعة الدورانية، وعادة اتجاهها يكون يتجه من مركز الدوران نحو الكتلة بالاتجاه القطري إلى الخارج. ولغرض كتابة العلاقات الرياضية وأنه النظام هذا نبقى ويا single degree of freedom هنا، لأنه إذا اعتبرنا أنه الكتلة تدور باتجاه وكتلة واحدة تدور باتجاه، فطبعا هنا أثناء الدوران القوة الخارجة إلى باتجاه القطري تتحلل بمركبتين، واحدة أفقية الثانية عمودية. حركة الجسم اللي كتلته M capital راح تكون باتجاهين، واحد أفق واحد عمودي، وبذلك تكون هنا النظام يتكون من أو يوصف بدرجتي من درجات الحرية. وهذا الموضوع يكون خارج موضوعنا بالوقت الحاضر. لذلك الكتلة الدورة اللي قيمتها أم قسمت إلى قسمين، أم على اثنين بنفس المقدار، أم على اثنين وهنا أم على اثنين، وتم التدوير اعتبار الدوران ب نفس السرعة أوميغا، نفس الإكسنتريسيتي، لكن باتجاهين متعاكسين. هذا الجزء يدور بعكس عقارب الساعة، الثاني يدور مع عقارب الساعة. فأثناء الدوران الأول قوة اللا اتزان تتحلل إلى مركبة أفقية وعمودية، الثاني قوة اللا اتزان أيضا تتحلل إلى مركبة أفقية وعمودية. القوة الأفقية للثاني مساوية للقوة الأفقية للأول لكن متعاكسة بالاتجاه، بالتالي هاتين القوتين الأفقيتين إحداهما تختزل الثانية، ونتخلص من مشكلة وصف النظام بدرجتين من درجات الحرية اللي لحد الآن إحنا ما داخلين بهذا الموضوع. فبالتالي عملية اعتبار الكتلة الدوارة كتلتين هي لهذا الغرض فقط، وإلا بالأساس الكتلة هي كتلة واحدة قيمتها أم،
وتدور باتجاه واحد، يا إما عكس عقرب الساعة وحسب الدوران اللي دوره. لكن هاي المسألة مسألة تغيير من 2 degrees إلى single degree. أما القوى العمودية فقيمتها الكتلة الأولى في ذراعها أو الإكسنتريسيتي في مربع السرعة في ساين أوميغا تي، والثانية كذلك في ساين أوميغا تي، وبالتالي قيمتهم تنجمع كأنه تصبح القوى العمودية قيمتها أم في إي أوميغا تربيع في ساين أوميغا تي. هذه الزاوية إذا أخذت مع الأفق، أما إذا أخذت مع العمود فأي كوساين يصبح ساين، أي الأفقية تصبح ساين والعمودية تصبح كوساين وهكذا. لغرض كتابة العلاقة الخاصة بهذا اللي هي معادلة حركة، تجي ترسم الفري بودي دايجرام اللي هو يخص الكتلة الكلية اللي هي قيمتها M كابيتال. وأثناء الحركة هذه يفترض أنه تثبت اتجاه الإحداثيات، فالإحداثيات إلى الأسفل مثلا موجب، فراح يكون عندك قوة النابض للأعلى سالبة، كذلك قوة التخميد للأعلى سالبة، وقوة التعجيل أو التثاقل عادة تكون باتجاه الحركة وتكون موجبة. مجموع القوى هنا راح يكون عندك قوى سالبة اللي هي التخميد والنابض، وقوة التعجيل موجبة. فهذه العلاقة نحصل أو مجموع القوى نحصل عليهم أو هذه العلاقة هذه. وطبعا هذه العلاقة رقم واحد اجت من بعد إعادة ترتيب وضع القوى اللي موجودة على الفري بودي دايجرام، فتكون هالعلاقة مثل equation of motion، معادلة الحركة أو المعادلة الحاكمة للنظام. وهنا الجزء الأيمن هذا يكافئ أو يساوي أو يشبه القوة المؤثرة أو المؤثرة على النظام الاهتزازي أو exciting force اللي كان قيمتها F naught في sin omega t. في هذا المقدار N في E omega تربيع يمثل قوة، مقدار القوة، وهذا يمثل طور القوة السالب. عند الحل، لأن طبعا جزئين، جزء هارمونيك هوموجينس هذا الجزء اللي هو مثل المعادلة اللي تساوي صفر، والهارمونيك اللي هو مثل particle part. فالجزء هذا particular اللي راح يكون طبعا هنا قوة، وقوة نوعها شكل هارمونيك. فالحل اللي هو x sub p particular أيضا يكون هارمونيك لكن يمثل إزاحة. فقيمة particular هي مكونة من amplitude وطور اللي هو sin، لكن مو نفس الطور، لا هناك فارق بالطور قيمته 5 نتيجة وجود التخميد. ويكتب البارتيكولر بهذا الصيغة اللي هي، لأن هذه هارمونيك ساين فيفترض أن تكون هذا أيضا هارمونيك ساين، أو إيماجينري أوف الإكسبونينشال، لأن الإكسبونينشال هذا ينطي كوساين بلس آي ساين، وتأخذ الإيماجينري بارت اللي هو الساين، وبالتالي نفس الصيغة. هذا الحل إذا تعوض هنا، طبعا هنا يحتاج مشتقة مرتين، هنا مشتقة مرة واحدة، هنا بدون اشتقاق، وهنا هذا ما العلاقة يبقى مكانه، فتحصل على شيئين اللي هو العلاقة ما بين الامبليتود هذه الأكس والقوة المثيرة اللي هي روتيتنج امبالانس، وكذلك زاوية الطور. فهنا هذه من تشتق هذه راح تكون مشتقة الأولى، راح تكون x في أوميغا t في كوساين أوميغا t ناقص فاي، ومضروبة في ال c هذا اللي هو ثابت. هنا الكي ينزل نفس المقدار هذا x في ساين أوميغا t ناقص فاي، وهنا تشتقة مرتين راح تكون ناقص أوميغا تربيع ويرجع ساين أوميغا تي ناقص فاي في الكابيتال أكس في الأم. فهالعلاقة راح يكون بها عندك ساين هنا وهنا أكو ساين، وهنا بالوسط يكون اللي هو حد التخميد أو السرعة يكون بها كوساين، وبالتالي راح تكون عندك قوتين أو إزاحتين أو
متجهات اثنين متعامدة ساين وكوساين عادة تكون متعامدة واحد باتجاه الساين واحد باتجاه الكوساين فالأمبليتود راح تكون عبارة عن المركبة للثنين اللي هي معاملات الكوساين تربيع زائد معاملات الساين تربيع واللي تحصل على الأكس بهالمقدار اللي أم إي أوميجا تربيع تمثل هذا يمثل قيمة القوة طبعا من تكمل هنا الاشتقاق راح يطلع عندك الساين أوميجا تي خارج الكل فيشطب يعني ويختزل من كل المكانات فالأمبليتود أوف فايبريشن سعة الاهتزاز تقدر تحصل عليها راح تكون قيمتها سعة القوة أو مقدار القوة اللي تماثل F نوت مقسومة على الأم هذا المقدار اللي هو جزئين جزء هذا معامل الكوساين هذا معامل الساين أو عفوا هذا معامل الساين وهذا معاملات الكوساين أو إذا تستخدم هذه العلاقة راح تكون عندك ريل وإيماجينري هذا البارت والكي ويا معاملات الأكس والأكس دبل دوت تكون ريل وهذا الأكس دوت ينطي إيماجينري فيكون عندك ريل تربيع زائدا إيماجينري تربيع وتحصل على قيمة الأمبليتود بهالمقدار هذا أو تقدر تكتبها أم إي على أم في أوميجا على أوميجا أن الكل تربيع في هذا المقدار وهذا المقدار اللي هو الديناميك إلى الستاتيك أمبليتود اللي شفناه سابقا أو ماجنيفيكيشن فاكتور اللي شفناه سابقا قيمة الفاي راح يكون الفاي عادة تحصل عليها إذا تقول تان فاي يساوي ساين فاي على كوساين فاي فالفاي تكون تان انفرس معاملات الكوساين على معاملات الساين من هاي العلاقة أو من هاي العلاقة أيا كان بعد تعويض هاي المقادير هنا تحصل على قيمة الفاي هي تان والتان تعرفون أنه ساين على الكوساين بتحصل على قيمة التان للفاي أو قيمة الفاي والآتش هي قلنا الماجنيفيكيشن فاكتور كي في اكس على اف نوت بحال وجود قوة مثيرة واللي كان قيمتها 1 على 1 ناقص ار تربيع زائد 2 زيتا هاي كلها تربيع من قوسين زائد 2 زيتا ار الكل تربيع كلها تحت الجذر وهذه الار تعرفونها قيمتها تمثل نسبة السرعة اوميجا الى الاوميجا ان والزيتا هي الدامبينج مقسوم على الكريتيكال دامبينج والكريتيكال دامبينج قيمته 2 في ام مو سمول ام لا كابيتال ام في اوميجا ان وبالتالي العلاقه هذه بالامكان ان تكتب ب اللي هي ام في اكس على ام اي هذه ام كابيتال في اكس مقسوم على الام في اي يساوي ار تربيع على 1 ناقص ار تربيع الكل تربيع زائد 2 زيتا ار الكل تربيع تحت الجذر والفاي هذا قيمة تان إنفرس 2 زيتا R على 1 ناقص R تربيع باعتبار أنه الـ R تمثل أوميجا على أوميجا N طبعاً هم بعد ما تقسم البسط المقام على K فهنا يكون 1 وهذا M على K 1 على أوميجا N تربيع فالأوميجا تربيع على أوميجا N تربيع تنطي هاي الـ R تربيع كذلك بالنسبة لهذا المقدار نفس المسألة اللي هي من تقسم على K هنا هذا البسط والمقام فهذا يكون عندك واحد وطبعا من تقسم على كي تربيع لأن كلها مربع هذا والأم على كي ينطي واحد على أوميجا أن تربيع فكأنه تكون أوميجا على أوميجا أن الكل تربيع وطبعا هنا من طلع الكي تربيع تحت الجذر يطلع هنا كي فقط وبالبسط راح يكون هنا قيمته ام اي اوميجا على اوميجا ان الكل تربيع اللي هي ار تربيع وهنا الام اي اجت كنسبه هنا حتى تكون عندك دايمنشنلس ريشيو لان الام في الاكس يساوي الام في الاي كوحدات فقط كوحدات فيكون هنا عندك الوحدات معدومه تكون القيم دايمنشنلس فراح تكون عندك هذا المقدار ام في اكس لأن الكتلة شوف الكتلة الكلية تتعلق بإزاحتها والكتلة الصغيرة تتعلق بإزاحتها اللي إكسنتريسيتي وطبعاً اثنينهم ثابتين ذول هنا يمثلون قيمة R تربيع على هالمقدار هذا
أو تساوي الـ R تربيع في الـ H اللي قلنا قيمة الـ H هي الـ Amplification Factor اللي هي يمثل نسبة الـ Dynamic Amplitude على الـ Static Amplitude بحالة الـ Force Vibration. إذا تريد ترسم أو نلاحظ قيمة الـ M كابتر في X على ME مع الـ R اللي هي أوميجا على أوميجا M، نلاحظ اللي قيم مختلفة لنسبة التخميد، مرة تكون تتصرف بهذا التصرف إذا تخميد عالي، بحالة الرنين يكون عندك هاي النسبة عالية جدا إذا كان تخميد قليل أو صفر. ولاحظ شيء أنه أقصى قيمة لهذه النسبة القريبة من الرنين تتجه إلى يمين الواحد، يعني مو ما تكون بقيمة الواحد بل تكون إلى يمين الواحد، بينما بالفورس فايبريشن إذا كانت القوة الكثيرة من الخارج تتجه إلى اليسار مع زيادة النسبة للتخميد مع زيادة الزيادة، هنا تكون معكوسة. وهنا قيمة الماكسيمم فاليو هذه تعتمد على قيمة نسبة التخميد ونسبة الفريكونسي ريشيو. كل القيم لنسبة التخميد بالنسبة السرعة العالية اللي هي أكثر من 2.5 تقترب من الواحد، يعني اللي تخميدها عالي زيتا واحد أو تخميد معدوم صفر تكون تقريبا متساوية بنسبة السرعة العالية اللي هي 2.5 أو 3 فما فوق. حتى نحصل على قيمة الماكسيمم بوينت، أي يعني أقصد بأي نسبة من نسبة الأوميجا على أوميجا أن تكون القيمة هذه النسبة القصوى هذه المنطقة، فنشتق هذه أو تشتقها نسبة إلى الR، تشتقها نسبة إلى الR، يعني تشتق هاي النسبة إلى الR وتساوي للصفر لأن المماس صفر. فتلاحظ أنه المقدار هذا الR نسبة السرعة اللي يكون بها أقصى قيمة قيمتها واحد على تحت الجذر واحد ناقص اثنين زيتا تربيع، واللي هي المفروض تكون أكبر من واحد. بالتالي قيمة الMX على ME لR معينة راح تكون القصوى واحد على اثنين زيتا في واحد ناقص زيتا تربيع، هذا المقدار يمثل هالقيمة القصوى. قيمة القوة المنقولة، قوة خلينا نرجع للرسم، قيمة القوة المنقولة من الهيكل إلى المسند راح تكون من خلال النابض والمخمد، وراح تكون قوتين، قوة المخمد وقوة النابض، فقيمتها القوة هذه المنقولة إلى المسند إلى الفاونديشن اللي هي F of T قيمتها K في X of T زائد C X dot of T. والقيمة الكلية الابسوليوت فاليو لهالقوة هذه راح تكون الأولى تربيع زائد الثانية تربيع، لأنه الأولى عن الثانية بيناتهم متعامدة، بيناتهم فارق بالطور 90 درجة، وقيمة هذا المقدار راح يكون ام اي اوميجا تربيع مشترك، وهذا المقدار اللي هو يأتي من قوة المخمد وقوة النابض. منين اجت هذه؟ لأنه قيمة الاكس، قيمة الاكس بهذا المقدار، و مرة اكس تعوض هنا اكس، ومرة تشتق اللي هو راح يكون اوميجا في مقداره وتعوض عنه، فتحصل على قيمة الامبليتود للفورس المنقولة الى الفاونديشن بهذا المقدار من بعد ما تعوض قيمة الأكس بهذه العلاقة. يجي إلى شيء آخر اللي هو الروتيتنج أوف شافتس أو ورل أوف روتيتنج شافتس اللي هي
الأعمدة الدوارة التي يكون فيها عدم اتزان. أنا هاي الظاهرة تدعى بالورلينج التدويم، اللي هو خلي بالبداية نشوف بعض الأشياء اللي تخص هنا. هذا قرص من تستند على شافت، القرص هذا يمتلك مركز ثقل، مركز الثقل يبتعد عن مركز الدوران، محور الدوران E eccentricity، S هي محور الدوران المفروض، والG مركز ثقل القرص. وعند الدوران يحدث شيء معين، وهاي هذا الشيء أنه القرص يخرج عن مكان، أي محور دوران القرص يخرج عن دوران محور دوران القرص، وهذا اللي هو ما بين نقاط الإسناد. هذه مثلا رولر بيرينج أو جورنال بيرينج، هذا الثاني كذلك. فهذا المحور اللي هو يفترض يبقى ثابت، مركز الدوران يخرج عنه، وإذا خرج فمركز الثقل يمتلك تعجيلين. الأول هو بتعجيل النقطة S، والثاني تعجيل نقطة G إلى S. وهنا النقطة S تمتلك تعجيلين، اللي هو واحد من أتم تانجينشال والثاني راديال. الراديال اللي هي R دبل دوت ناقص R ثيتا دوت، أو قيمته R دبل دوت قيمته R في ثيتا دوت تربيع، لR في نصف قطر في مربع السرعة. وهذا راح يكون مكون من جزئين، التعجيل المماسي وتعجيل كوريولس اللي هي 2 R دوت ثيتا دوت. وراح هذا المقدار كله يمثل تعجيل النقطة G، وإذا تعوض بها المقادير هذه بالنقطة S والنقطة المقدار هذا، فتحصل على تعجيل G راح يكون جزئين، هذا القطري اللي هو R دبل دوت ناقص R ثيتا دوت تربيع، اللي هو مثل ما موجود هنا، هذه R دبل دوت مطروح من عنده R ثيتا دوت تربيع. ال R دبل دوت يمثل هنا سرعة أو تعجيل النقطة S نسبة إلى O، وال R ثيتا دوت تربيع اللي هو سرعة الدوران، هذه سرعة دوران S حول O وليس سرعة دوران G حول S. لا، G حول S هي أوميغا T، بس هذه S حول دو حول نقطة O اللي هي تمثل دوران هذا القوس حول هذا المحور الطولي اللي تشكل في الإبسويدال بروليت. وهالمقادير هذه E أوميغا تربيع كوساين، هذا كلها بالمتجه I، والثاني اللي هي عمودي على الثاني بالمتجه J، وبالاتزان عند قوى بهالاتجاه وقوى بهالاتجاه. فبالاتجاه القطري عندك الكي للشفت، هذا الكي بالR ثابت نابض الشفت بالتخميد اللي عادة يكون بالمضاجع، والكتلة كتلة الشفت والقرص الدوار في التعجيل أو القطري. وهذا عندك القوى بالاتجاه المماسي اللي سي آر ثيتا دوت، فقط عندك تخميد، وعندك الكتلة بالتعجيل المماسي. هذا بإمكان إعادة ترتيبهم بحيث تحصل على المعادلة، هذه آر دبل دوت زائدا كذا في آر دوت زائدا معامل آر دوت، وهذه معاملات الآر، معاملة دالة من الدرجة الثانية. وهذا القوة المثيرة لـ E أوميغا تربيع كوساين زاوية، كذلك هذا بالاتجاه العمود R ثيتا دبل دوت وثيتا دوت و E أوميغا تربيع ساين زاوية. هاي القوتين قوتين متعامدة، هنا واحدة عمودية على الثانية. عادة أثناء الدوران تكون السرعة الدورانية ثابتة، فبالتالي الثيتا قيمتها أوميغا تي أو الثيتا دوت تساوي الأوميغا، والآر دوت تكون صفر، وكذلك الآر دبل دوت صفر. وهذا المقادير إذا رجعها هنا بهالمعادلة اللي هي ثيتا
تعجيل نرجع لهنا تعجيل مماسي هذا الثيتا دبل دوت ماكو لأنه السرعة قلنا الدورانية ثابتة بتكون هاي المقادير إذا تعوضها بهالعلاقتين هذه راح تكون عندك تحصل على علاقة اللي هالعلاقة هذه هالعلاقات اللي تحصلها قلنا في حال أنه كون ثيتا دبل دوت ار دبل دوت والار دوت تساوي صفر فتحصل على العلاقتين ذني اللي هما العلاقة رقم 3 ورقم 4 راح تكون بهاي الصيغة اللي هي طبعا من بعد تعويضها راح تحصل على هالعلاقة كي على ام ناقص اوميجا تربيع في ار يساوي اي اوميجا تربيع كوساين فاي وسي على ام في ار اوميجا ار يساوي اي اوميجا تربيع ساين فاي طبعا هاي باتجاهين متعاكسين كوساين وساين لكن اللي هنا مرقم بالرقم 7 مع عدم وجود الار دبل دوت والار دوت والثيتا دبل دوت وبالإمكان أنه نقسم واحدة على الثانية ذن الثنين فإذا نقسم الثانية اللي هي ساين على الكوساين تحصل على التان فاي وقيمة التان فاي هذا المقدار 2 زيتا أوميجا على أوميجا أن بهالمقدار هذا وإذا هذه تمثل هنا المركب الأفقية هذا تمثل العمودية هذا تمثل الراديال هذا تمثل التانجينشال وهذه الزاوية فاي فهذه المحصلة مالتهم اللي هي الضلع العمودي الأول تربيع زائد الضلع الثاني عمودي تربيع وهكذا بمثلث قائم الزاوية. إذا أن هاي العلاقة نعوضها هنا فنحصل على قيمة الآر هذه اللي هي قيمة الامبليتود ريشيو اللي المفروض amplitude ratio اللي هي الأوميجا على أوميجا N حصل على قيمتها طبعا M E أوميجا تربيع على K ناقص M أوميجا تربيع الكل تربيع زائدا C أوميجا تربيع إذا عوضنا العلاقة بها طبعا عندك علاقتين قلنا إذا عوضنا الكوساين فاي بمقداره بالعلاقة هذه الأولى من رقم 7 تحصل على قيمة الآر بهالمقدار هذا أو بما يساوي وهذه إذا صار عندك تساوي ما بين السرعة الدورانية والأوميجا N يصير عندك ما يدعى بالكريتيكال سبيد اللي هي يصير عندك حالة الرنين اللي هي المفروض إذا ما أكو تخميد تتزايد وإذا أكو تخميد تكون محددة من قبل التخميد إذا كان عندك الأوميجا أقل من الأوميجا N فموقع السنتر أوف جرافيتي نسبة إلى محور الدوران بهالموقع هذا والزاوية هذا الزاوية تكون أقل من 90 درجة وإذا كان الأوميجا تساوي الأوميجا أنت تلاحظ السنتر أوف جرافيتي مركز الدوران يكون بيناتهم 90 درجة والزاوية هذه 90 درجة وإذا كان الأوميجا أكثر من أوميجا أن تلاحظ أنه مركز الثقل يقترب من باتجاه الخط الواصل ما بين نقاط الإسناد أو الزاوية تكون أكثر من 90 درجة هذه الزاوية اللي هي زاوية منفرجة هذا المثال اللي يتعلق بالروتيتنج امبالانس تيربينز اوبريتنج أبوف ذا كريتيكال سبيد ماست ران ثرو دينجرس سبيد ات ريزونانس ايتش تايم ذي ار ستارتد اور ستوب معنى هذا أنه التوربينات بشكل عام أثناء عملية التشغيل اللي هي عادة تبدي بسرعات بطيئة وزيادة السرعة بشكل بطيء قليل أو أثناء الإطفاء تمر بسرعات حرجة ممكن تكون واحدة أو أكثر من واحدة assuming the critical speed omega n قيمة omega n to be reached with amplitude r naught determine the equation for the amplitude build up
with time. يريد المعادلة اللي التي تصف سعة الاهتزاز المتزايدة مع الزمن. منطق assuming zero damping، ماكو تخميد. عادة المعادلة الخاصة بها عندنا معادلتين، اللي هي المعادلة الأولى، نرجع للعلاقات السابقة، المعادلة هذه رقم 3 والمعادلة رقم 4 مع وجود القيم هذه للثيتا أو الفاي ذات اللي يسميها ثيتا دوت هنا، والتخميد هنا ما أكون ما موجود، فيكون مفروض هذه قيمة صفر، فأي قيمة للتخميد بهالعلاقة رقم 3 كذلك العلاقة رقم 4 قيمة تكون صفر، وهذا تكون بالنتيجة بهال علاقتين هذه اللي هي العلاقة R double dot على زائد K على M في R، وهنا هذا تمثل التعجيل ب أو تصف ال R بالاتجاه القطري، والثانية هذه بالاتجاه الزاوي، طبعا مع اعتبار أن قيمة التخميد صفر، وهنا قيمة الزاوية فاي هي القيمة الموجودة هنا كان ثيتا، وهالعلاقتين هذه اللي ممكن أن نستفاد من عندها. العلاقة الثانية هذه اللي هي معادلة من الدرجة الأولى والمشتق نسبة الآر نسبة إلى زمن، فمن نحلها بالإنتجريشن هنا الآر دوت تتحول إلى آر، وهنا تنضرب بي تي، وزائدا نضاف لها ثابت تكامل، وثابت التكامل تجيب قيمته من خلال استخدام الانيشال كونديشن كآر نوت، فالعلاقة راح تكون آر قيمتها بهالمقدار هذا، هاي تصف قيمة الآر. الآن إذا نشتق الـ R نسبة للزمن، هذا الـ R نوت يكون صفر، والـ T منها يرتفع، يبقى E أوميجا على 2 ساين فاي. وإذا نشتق مرة ثانية يعني التعجيل فيكون صفر، فإذا قيمة التعجيل صفر معناها هاي العلاقة الأولى R دبل دوت تكون قيمتها صفر، فبالنتيجة المعادلة الأولى تبقى فقط المقدار الأول اللي هو هذا القوس مضروب بالآر ويساوي الجزء الثاني، والمعادلة الثانية اللي هي بهالصيغة هذه، وحصلنا من خلالها على قيمة الآر، فمعناها من خلال الانتجريشن هذه وحصلنا على قيمة الآر، نرجع الآر وين بهالمكان هذا بالعلاقة الأولى اللي أصبح قيمة الآر تبل دوت صفر، فراح تكون قيمة هذا القوس مضروب بالآر وقيمة الآر هو كل المقدار هذا اللي هو قيمة الـ R هذه كلها بهالمقدار هذا، فإذا هذا القوس مضروب في هذا القوس، القوس هذا هو الأساس والـ R هو هالمقدار هذا، يساوي E أوميجا تربيع كوساين فاي. هذه العلاقة مكونة من مجموعة من التيرمز، القسم من التيرمز بها معاملات T هذه، والأجزاء الأخرى طبعا بالجانب الايسر، والاجزاء الاخرى لا تحتوي على التي. بالجانب الايمن لا يوجد تيرم يحتوي على قيمه التي، فبالتالي معاملات التي اللي هي هذا التيرم هنا قيمته صفر، فنحصل على هاي العلاقه اللي هي كاي على ام في ناقص اوميجا تربيع ساين فاي يساوي صفر، هاي العلاقه المقدار هذا، وطبعا هذا كل هذا القوس مضروب بهذا المقدار يساوي صفر، لأن معاملات التي صفر، والجزء الثاني من العلاقة هذه اللي هو هذا القوس مضروب بالآر نوت اللي هو هنا يعتبر ثابت لا يوجد فيه
وتغير الزمن اللي هو هذا المقدار. هاي العلاقة تحقق في حالة كون الأوميجا تساوي الأوميجا N اللي هو بالسؤال يريد في حالة الرنين اللي هي يصير بي بيلت أب بالكريتيكال سبيد باعتبار أنهم إذا كان ها متساوي الأوميجا تساوي كي على أم تحت الجذر معناها هذه أوميجا أن تربيع ناقص أوميجا تربيع ومتساوي فقيمتها صفر. الترم الآخر اللي هو هذا كي على أم ناقص أوميجا تربيع في R نوت يساوي المقدار هذا. هذا لا يمكن أن يتحقق إلا في حال كون الكوساين فاي يساوي واحد أو بكلام آخر أنه الفاي قيمتها 90 درجة. فإذا كان قيمة الفاي 90 درجة فهذا يتحقق باعتبار أنه الجانب الأيسر يساوي الجانب الأيمن. السبب هذا شنو؟ إذا كان فاي تسعين درجة راح تكون هذا المقدار هذا شو يساوي؟ يساوي صفر. وإذا كان قيمة الفاي صفر هذا المقدار يساوي واحد. فمعناها يصير عندك تحقق حتى تحقق هاي العلاقة أنه صفر في ليش شنو السبب؟ لأنه إذا هذا الثابت مضروب بمقدار آخر ثابت ما يتحقق إلا بكون هالمقدار هذا لأنه الكوساين 90 يساوي صفر. فإذا افتهمنا أنه قيمة الفاي هنا مقدارها 90 درجة أو باي على 2. إذا رجع هاي الفاي هنا بهذا المقدار بالمكان اللي يوصف الار فراح تكون اي اوميجا على 2 في تي في ساين 90 ساين 90 واحد زائد ار نوت فتصف فقط ار يساوي اوميجا على 2 في تي زائد ار نوت. هذا ثابت هذا متزايد مع الزمن فهو اللي يصف تزايد السعة مع الزمن اللي هو تلاحظ السعة بهن نقطة البداية بالتي بدت من R نوت وبدت تزداد مع الزمن بهذا التزايد الخطي اللي الذي يوصف بهذه العلاقة واللي هو ما مطلوب من السؤال اللي هي المطلوب يريد المعادلة التي تصف تزايد هذه السعة مع الزمن.